صباح الخير حبي. صباح النور عمري. الساعة شقد؟ ساعة 8. تأخرت أنا على الشغل. أوقف، ما خليك تروح عمري. هسه شقد حلو ماكو أحد غيرنا بالبيت. شقد حلو هيك مرتاحين. باوع شقد كنت تتعصب لين أمك راح تتزوج، بس هسه هم فرحانين وإحنا هم فرحانين، ما حد يضوجني. صح كلامك، أنا بالبداية عصبت كلش، بس هسه أقولهم زين الزوجوا وأخيرا شفت حبيبتي. حياتي خليني ترايك سويا وحدنا، سوي لك بيض ولحمهم، شنو رأيك؟ قلت لحم؟ أشو ريحة لحم؟ اي صدق هاي ريحة لحم. صباح الخير صباح الخير، يلا قوموا قعدوا يلا. صباح الخير يا أمير الأمراء. شنو هاي الدنيا صار الظهر وانتو ليها سنايمين؟ يلا قوموا سويت لكم بيض بلحم. يوم على الأقل من تفوتون دقوا الباب، هيك تفوتون الغرفة عرسان جدا؟ هاي غرفة نوم ترى. بدل ما يشكرنا يقعد يرزلنا؟ باع هذا، ترى أني وأبوك مظهر من الصبح بدنا نحضر لكم الريوب، بدل ما تشكرنا؟ لحم وبيض وباسترما، ميت من الجوعاني والله، يلا يلا راح أوقع من الجوع، يلا قوموا تعالوا. يلا أشوف، لا تخلون البيض يبرد، تعالوا أشوف، يلا يلا. هسه شنو هاي ها؟ أكيد دت الشاقة. يا ريت لو شقة حبي، من الصبح قاعدين جايين لبيتنا، يعني شو سوي لهم؟ شنو يعني كل يوم يصير هيج؟ أمك تاخذ رجلها وتجي لغرفتنا بعد، يمتى نرتاح؟ ايش سوي يا عمري؟ لازم نتعود. لا محمود ما أقدر أتعود، أتعود أعيش بزلازل وما أقدر أتعود بالعيشة ويا أمك.